إحدى المدن الإيطالية سنراها تتعرض لكارثة طبيعية مخيفة وبتصبح مدينة منكوبة غير آمنة للعيش أو للحياة بإيطاليا. للأسف أجواء الحداد تعم إيطاليا وسنرى حشود كبيرة تملأ ساحات الفاتيكان للدعاء والصلاة بسبب هذا الحدث المؤسف. ألمانيا تعطينا روسيا وأوكرانيا قبل ألمانيا؟ يلا سنسمع الرئيس الروسي يهدد ويتوعد بعض دول أوروبا وقد يتجه للتصعيد، ومن هنا سنرى صور الرئيس بوتين مرفوعة في شوارع روسيا، كما سنرى الأعلام الروسية ترتفع في بعض مناطق أوكرانيا. الأنظار والإعلام على حلف الناتو وعلى روسيا، وقد يكون العالم أمام خطورة اندلاع حرب مفاجئة بين روسيا وحلف الناتو خلال السنوات القادمة، مش ضروري هلأ، وستكون أوكرانيا على عتبة السقوط أو الانهيار بسبب هذه التطورات، والرئيس الروسي بوتين سيكون في قلب هذا الحدث. أجواء التهديد والخطر مباشر سنراها تحوم حول الرئيس الأوكراني، وقد نسمع أنه أين الرئيس الأوكراني أو شو يعني اغتيال؟ ما بعرف. خطف؟ وبنسمع أنه بيقولوا وينه؟ بيختفي بالسنوات القادمة، سنوات يمكن العشرة القادمة خلينا نقول، مش سنتين حتى ما يقولوا ليلى قالت. الخمس سنوات أو الست سنوات القادمين ستضع أوكرانيا أمام مرحلة من التغيير الشامل، وأرى أوكرانيا بتسترجع جميع أراضيها بعد انتهاء هذه الحرب وبتدخل بحلف الناتو خلال السنوات القادمة. ألمانيا سوف تلعب ألمانيا دور كبير في لجم التدهور والتصعيد على جبهة الجنوب في لبنان بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، وستكون ألمانيا إلى جانب الحكومة اللبنانية في هذه التطورات الخطيرة التي يشهدها لبنان لمنع توسيع الصراع وعدم الوصول إلى الحرب. كل الأنظار ووسائل الإعلام سوف تتجه إلى أحد محطات الأنفاق في ألمانيا لأحداث مؤسفة من خلال النقل المباشر من جراء وقوع أحداث مؤسفة وخطيرة داخل هذه الأنفاق للأسف. ستكون أمريكا مع بعض دول أوروبا على مشارف وأبواب حروب أهلية داخلية، وقد تخرج الأوضاع في أمريكا عن السيطرة، وذلك بسبب التطورات العسكرية والسياسية التي سوف تشهدها المنطقة من خلال السنوات المقبلة. ما عم نقول هلا قد تؤدي إلى حروب أهلية إن كان بأوروبا أو أمريكا. هاي السنوات القادمة اللي حنشوفها. في شغلة بدي أقولها. قولي. علي نحن بدي أقول شغلة، الاشتراك الشهري توقف لسبب إنه صار في عنا عدد كتير كبير وكنا غير متوقعين إنه هذا العدد يوصل، فلسبب الأعداد الكبيرة وقفنا الاشتراك الشهري. في ناس كتير بعدها عم تسأل، عم تحط ليلى عبد اللطيف والأبراج. أنا لن لا أؤمن لا بالأبراج ولا بالتارو. بعدهم لليوم بيتصلوا فيك يقولوا لك شو برجنا مخبي؟ نعم لأنه الله يرحم الشهداء اللي توفت بالزلازل وبالحروب، هي توفت من جميع الأبراج، فأنا لما بقول برج الأسد أو برج الجدي رح يصير معه هيك. كل الناس بنرجع بنقول الله يرحم الشهداء اللي توفوا بالكوارث، هن من جميع الأبراج، عشان هيك أنا ما بؤمن. ما بتأمني بعلم الفلك؟ العلم الفلك شيء والأبراج كل يوم بيوم شيء. ما أنا عم بعطيك أمل وعندك 100 كتاب بالسوق، مين بدك تصدق؟ أنا عم بعطيك أمل، طب كيف هالأمل أنت عطيتني إياه عن برجي ولا سمح الله الزلازل اللي صارت؟ من جميع الأبراج ماتوا، صح ولا لا؟ هل ماتوا بس من برج الميزان؟ بيستفزوك لما يتصلوا فيك يقولوا لك برجنا شو مخبينا؟ ما أنا ما لأنه ما معقول كل يوم وبيومه أنت تتوقع العطارد وزهر بيقولوا لك كل يوم وبيومه شو بده يصير معك. هذه توقعات صارت مش أبراج، هاي توقعات ما بتأمني. والتوم بيخلقوا بفرد ثاني من فرد بطن، كل واحد مستقبله شيء وكل واحد شخصيته شيء يا أخي. نعم. عم تقنع العالم تقولي لهم ما تتجهوا الى لا 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 ما عم بقول لك انه انا ما بدي ابراج مشان هيك بس. وال بدكم تسمعوا توقعاتي هي بالصوت والصوره، لانه الذكاء الاصطناعي هو عم بينحط على لساني، انا بريئه منه. انا فيني اقول علي ياسين قال، مثل هلا فرجيتني الورقه انت التوقع، فيني انا اطلع اقول على التيك توك علي ياسين قال انه هيك هيك هيك، وانت مش قايلها، ما في فيديو. وشفنا ست ليلى مؤخرا يعني كمان توقع مخيف عن عيد الاضحى، عيد الاضحى وعن الفريق التونسي الترجي. انا لا يعني جيبوا لي الفيديو ان هون ولا عن عيد الاضحى، شو هالسبب؟ يعني بدي اقول لك شيء، قصدهم يضربوا من سمعه ليلى عبد اللطيف. الناس السوشيال ميديا ما بقى تنجر بهالشيء هذا،
بدها تشوف صوت وصورة، بدها تشوف صوتي وتسمعني وتشوفني، حتى بالذكاء الاصطناعي ما عم بيصدق. لأنه بسبب خبر عيد الأضحى أثرت الذعر بين المتابعين إنه شو رح يصير بعيد الأضحى، انتشار الأوبئة وغيره وغيره، يعني تاركين كل الحروب وكل اللي عم يصير بالدنيا ولاحقين لي إنه أنا التوقع ما 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 نقال عيب. ما هن لازم يجيبوا الفيديو لحتى في صوت وصورة، في مصداقية ومواقعهم طبعا لحتى تجيب نسبة مشاهدة.